مراحب، محسوبكن مأمون وأنا مأمون عأمن المول. عأمن المول، عأمن المول. ابدأي بالشردة والوردة، بس أهم شيء تكون أعصابكم باردة. مشوا معي. عصبك بس ناخد الحرارة عمول معروف. خد حرارة. قرب لعندي. جبينك هون بس. انتبه. درجة الحرارة 25. 25، اوكي. يا أهلا وسهلا فيك، تفضل. درجة الحرارة 25، وين صارت هاي؟ أنت 25. بدنا ناخد لك حرارتك. شو؟ جبينك، قرب لي شوي لهون. أيوه. اقترب قليلاً. اقترب قليلاً. قليلاً بعد. قليلاً بعد. ابتعد 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 قليلا ابتعد قليلا جماد جماد خليك. درجة الحرارة 25. 25، تفضل استاذ. يا اهلا وسهلا. 25 شو؟ 25 درجة حرارتك مع ارتفاع الموج. حرارة المي 44 درجة، نسبة الرطوبة 25%. حط بس حط لي جبينك هون عمول معروف. خليك. درجة الحرارة 45. 45. 45 درجة الحرارة. شو هذا؟ أنت مجنون يا منزوع أخي. مش منزوع، هي مجنونة، بس إنه أنت درجة حرارتك 45. 45 وين بعد رأي؟ مش حاطط كمامة أستاذ، بدنا ناخذ حرارتك عمول معروف. ما بيأثر، بس في قرب، بس بدنا ناخذ حرارتك. انتبه. درجة الحرارة 45. 45. أحضر مطفأة. 45. شو؟ ماشي. حاسس حالك معبق شيء؟ لا ولا شيء، جاي ماشي عم بمشي نص ساعة. بس كثير أنت حامي. طبيعتي بعرق كثير. طب بدي عزبك ترجع فشختين. أوكي، خليك دقيقة بس لحتى يبرد جسمك، رجع فوت كرمالك أنت، لأنه جوا أي سي قوي. إذا أنت حرارتك 45. خليك بس لحتى يبرد جسمك، إيه؟ خليك. درجة الحرارة 45. خليك دقيقة بس ليبرد جسمك، بركة تطارد. أحضر هو بيمزح كثير، بس إذا 45 أو 45 في عزبك بس تضلك شوي برا، بركة لحتى هيك يبورد جسمك شوي. خليك شوي برا بس تحت يبرد جسمك عمول معروف. كنت عم تمشي بالشمس؟ ايه هيدي هي. خليك خليك شوي. كنت متى إذا 45؟ ما هيك، لا بعد شر عن قلبك. لا عقول يا من 45. لا لا عم خليك. ايه نفخ نفخ شوي بس لهيك، بس تحت يبرد جسمك. كنت على الموتوسيكل على الشمس. هيك اذا كنت على الموتوسيكل على الشمس يعني. خليك دقيقة بس. استاذ برد جسمك، قرب لعندي، رجع قرب عمول معروف. حط منخارك على منخاره. ايوه. درجة الحرارة 45. بعدك. خليك 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 لحتى يبرد جسمك، يلا ننطر بعد شي دقيقة. عزبك ناخذ الحراره بليز. temperature of your head
حرارة راسك يعني عرفتي؟ تمبرتشر يس اوفر ذير بليز بوت يور هير بوت يور هير اوفر هير اوكي درجة الحرارة 45 45 يس يس يو ار فيري سترونج مش سترونج هوت هوت نو اي ام نوت هوت يو ار نوت هوت نو اي ام نوت هوت سخن يعني نو تفضلي تفضل تفضلي تفضل بدك ترجع تشوف بدي مش ما في عندي شغل ما بدي اتاخر بنشوف تفضلوا درجه الحراره 25 25 برا جسمك بس تفضل. وين الادوات المنزليه ما عندنا ما في لا مشاوي ما مشاوي هيك شويز بدي شوي بلا في ايه تحت او فوق او جوا بقلب المول يعني اهلا وسهلا الحين فك زرار البولو فكهم الازرار وانت حسيت انه حرارتك عاليه لا وحيتلي خليك لحتى يبرد جسمك عمهلك هلا شو في عن جد هلا نكت علي هلا ده يا حبيبي انا عم نفخ عليك هو مسقع خليك ارجع قرب ارجع جرب انت كمان لابس كنزه بهالفطيس ما بيتي بعيد وعم بصير طيب اوكي للنعمة اشلحها اذا لابس شيء تحت اشلحها فلانيل فلانيل فوت بالفلانيل اول شيء رجع البوز جوا بدنا نعزمك بس ناخذ الحرارة عمون معروف شو دخلت الجبينك بس قرب لنا اياه شوي عتم ولا الزلمة درجة الحرارة 25 25 تفضل استاذ يا اهلا وسهلا شو عم يروح الواحد ما سمعت ليش عم يروح ما بتفهم لانه هيدي اللي كنا نعملها هيك ما مش منيحة حتى هاي مش منيحة لا هيدي 25 حرارتها ولادك معك اخراج قد عائله بس لنتاكد انه ولادك يا اهلا وسهلا فيكم كيف بدك تعرف شو انه ولادي اخراج قد اوكي اخراج قد عندي اربع اولاد معي اثنين هلا اوكي اثنين عن طريق وبقول لك هو الي لا اخراج قد ونشوف اذا هن ولادك هي انا وهيدا جورج هيدي انت وهيدا توني اوكي يا اهلا وسهلا فيك بدك نجرب هلا قرب لا لك يلا ان شاء الله تطلع 25 عفواً درجة الحرارة 37 37 أحسن أحسن تفضل يا أهلا وسهلا اسم الألعاب الولادة الصغار اسم الألعاب الولادة الصغار ايه؟ يا تحت يا فوق جوا بالمول يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا بس لازمك تاخذ الحرارة بليز جبينك ما تعتلهم قرب جبينك بس عتمه عتمه خليك دقيقة بس طيب بس ليبرد جسمك طب اذا فقعت جوا وطلعت لي المول تفقع عادي خلص طب تفضل اذا فقعت جوا انا مش مسؤوليتي يا زغتورة انت يا فرفورة يي مين بده يحمل المول معي مين بده يحمل المول اذا حدا هلا وصل بتعوي عليه تعملي له هيك بونجور يا اهلا وسهلا شو فايتين تشترو؟ تتفرجوا بس ممنوع؟ ما بقى فينا نتفرج شو بدك؟ مصروف اي سي ومصروف مازوت وكذا يعني ما بعرف مفعلي لا لا بس انه عم تعجوا على الفاضي مش عم توفي معنا شو فايتين تشترو؟ فايتين يتغدى الشعب ساحة دم انا بدي امشي ساحة دم؟ كرمال شو؟ بتبرع يعني اه بيتبرع انت بتتبرع منيح؟ انت بتبرع لي بشي مصاري بتبرع لي بشي مصاري طيب مصاري يعني ما في شيء بالضبط بدي فوت هون على ال1 دولار تبعي اوكي لا نحن لانه عاملين نظام جديد إيه؟ بتقول لي شو بدك تشتري بكتب لك بعطيك وقت بتفوت بتلتزم بالوقت لانه عم بفوتوا كتار عم بتصير عجقه جوا وما حدا حاطط كمامه وبتعرف انا كرمالكم نحن عم ننقطع من المازوت عم نضل مدورين لكم الاي سي وانتم عم تفوتوا بس تتفرجوا ما حدا منكم عم يشتري ما فيك قلب تتفرج لحالك هيك فيت او بدك تدفع 50000 اي سي لحظة شو فايتين تشترو؟ شو بدك؟ ليش؟ شو عم تسأل؟ صرنا عم نعطي توقيت لكل حدا بفوت شو فايتين يعني بعطيك وقت معين لأنه عم تعجق كثير بالمول عم نعطي دوامات ما بعرف هلا فايتين بدنا نشوف شو بدنا غدا عشاء غدا وبدنا نبرم غدا يعني عم تحكي ساعتين
لانه هلا بتفوتوا بتصيروا تقصروا 3 ساعات على الفاضي وكذا، فعم تعجوا كثير بالمول. لا يا خي لا 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 عم نمسح كاميرا خفيه. خلص خلص فوتوا فوتوا يا عمي يا زلمه الا باي للكاميرا وحزه تعال عندي بس الا باي عم اقول باي يا حبيب الفيميل اسود. فايتين لحالكم شبان كون دبروا بنتين وتفوتوا يعني دائما شبان وبنتين شب وبنت. شو الخبريه؟ كرمال جوا ما يصير مشاكل ما يصير كذا يعني تحكي جد ولا شيء؟ دبرنا بنتين يعني منين بدي ادبر انا؟ طبعاً هيدا خيط ساك؟ لا شو؟ الخيط طبعاً هيدا الخيط؟ أوكي خيط بدي شوف ما مطرح العصافير مطرح العصافير بدك تجيب عصفور بتجيب كلينكس 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 اللي تحت ونازل على السوبر ماركت لتحت شو بدك تجيب؟ كم غرض كم غرض مثل فريونديزات يعني فريونديز لألك وهون هيك بارمة لشوف شو في جديد عنده خي بحس حاله الواحد محمي كتيب ساينة حامية المول أنا إذا بدي فوت على الحمام انحشرت كذا في أسد قاعد عم بيحمي المول خلصت أصلاً وقفة أسد يعني قاعدة أسد يا أهلا أستاذ أنتو بأمان إذا مش أنا لبساينة يا أهلا وسهلا فيك أستاذ يا هلا أسد جديد حاطينه بس لحماية المول أستاذ زمرت هلا إيه في عصبك جيابك آه بركي من التليفون رجع فوت لا مش مثل ساعتك لا ارجع 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 شوي اوكي قرب حاطط سنتور ايه حاطط سنتور شلحته ايه. تفضل مش الحال اذا في عصبك سنتورك اللي بدك بدك تفتش لي تعمل سنتورك سنتورك بس فك السنتور ما حرج الموقف على فكره صرنا عم نعطي وقت لكل حدا عم بفوت لانه بتفوت بتلاقي عجقه كثير وكل الناس عم تتفرج فبنعطيكي وقت مثلا هلا التوب بدك اكثر من 7 دقائق 7 minutes منيحه بده يقيس طب رح امدد لك اياها 10 دقائق وضوا جالي دي او نص اكثر لانه بعدين اذا كمان جيب بزر من تحت فايت جيب بس ادوات سنجاريه خليك معي طب رح اعطيك بس نص ساعه انا يعني بدك تقولي هلا 3 وربع معك للثلاثه ونص الا 5 تقريبا بعطيك وقت لنقول انه معك مثلا 5 ثواني معك 10 ثواني بدك تفوت وتطلع دغري على السريع 5 ثواني يعني هلا اكل العصافير بعطيك مثلا 30 ثانيه قول بتفوت على السريع وبتطلع شيء غلط صراحه نو 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 هلا اذا بدك مثلا بزيد لك اياها 5 دقائق على صبغ شعرك مثلا عمول شيء صبغه للشعر بزيد لك اياها ربع ساعه وقت. يعني خيط مسيس مدام بعطيك ربع ساعه لا الهاء كتار كتار ربع ساعه بس بدي نقي بدي شوف الاسعار بدك تنقي 3 دقائق شو؟ شو؟ 3 دقائق لا ما فيني شو تنقي طب بدك بزيد لك شيء مثلا عملي صبغه عملي شيء بزيد لك مثلا ربع ساعه انت ما تعمل حط لك اياها على الورقه بس حط لك مثلا صبغه صبغه ربع ساعه تصليح دوليب شي خلي خلي بس بدي اعرف بتاخذي معك الورقه بليز رح احط لك كمان تصليح دوليب شو تصليح دوليب ما حدا لي لا 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 يا عمي لا خلي حطيت لك انا ما بحب الكذب لا لا ما معلش تصليح دوليب 10 دقائق اوكي شو تصليح دوليب شو انا ما معي سياره ما انت كيف جيتي سياره خيي معك اوكي سياره خيي تصليح دوليب 10 دقائق يا اهلا وسهلا فيك تفضلي معك هلا انت 27 دقيقه مدام زمرت في عصبك تشلح الشوز معلي معلي تفضل يا اهلا وسهلا فيك حقك انا ما بزعل لا حقي انا بعمل واجباتي يعني عرفت لو ما هيك ما حقك طبيعي اوكي منيح زمط مش مخزوقين لا يلا رجع فوت شوي لنشوف منو يعني ايه ايه رجع رجع فوت فوت حافه قرب من البوت لك انا خلي بوتك هون ايه فوت ورجع اطلع فوت حافه في عزبك وا هيدي مش بساينة انت بتشوفها بساينة بس هذا اسد يا دلي انا يا دلي اكيد هذا اذا معك شيء انتبه بيهجم عليك بعضك اوي اوي اه اه فضائي معي فضائي بس استاذ شي مرة شايف اسد بهالحجم؟ لا هذا اسد جايبينه من افريقيا بس هذا اسد بري بيقولوا له مش الاسد العادي لحتى ياكل يكبر هيدا ايه هلا من شوي فايت واحد حاطط فرد على خصره ما تشوف شو عمل فيه نتب وهجم عليه شال له الفرد من خصرته وفات هذاك رجع بلا سلاح خلينا نعمل تاست اخير انا وياك وقف ومدل لي اجرك بس اذا مديت اجرك وزمر يعني على الاكيد من الشوز وقف برا برا اوكي قرب قرب نكزه بس تفضل استاذ
خيي اعطيك دليل. بس لا 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 ما تفوت ما تفوت مد اجرك. طيب خلص نولنا 200,000 وطلع. خليني اقطع لك اياها. شو بدي اقول لك يعني؟ خليني دق للتفتيش وقول له عن جد؟ لا دق للي بدك اياه. دق للتفتيش شو؟ ايه دق للي بدك اياه. قد ايه اجرك؟ لا لا استاذ شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ طول بالك شو عم تحكي؟ انا بعرف مكان محترم هون. بعرف لا نحن مكان محترم مشان هيك بدي اقول لك انه كاميرا خفيه نحن عم نعمل فيك مقلق. تعال قلنا باي للكاميرا تعال. عمول شمع لدينيك شمع لمناخيرك. شمع؟ شيل شعرات دينيك اصلا. شو شمع اساسا؟ ميك اب عندك شي عرس كذا نعمل لك فول ميك اب ابدا لا بدي اشوف شو في يعني بس انه خلص الغيه لا 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 ما بدي اقول بالعكس بالعكس بس قل لي شو معقول جيب ما في شيء معين بتعرفه عنده حرتيه هيك عرفت معقول جيب حرتوقه يعني بابا خلص خلص الغيه خلص حط لك حرتوقه جيب حلو شيء بركي مع الجبس انا رح لاقي لك حل روق شوي خلص خلص معك 9 دقائق تكون جايب كلينكس فريونديز وحرتوقه هيدي الورقه إذا بدك تترك معي ديبوزيت 50,000 أنت وطالع إذا ما جبت الحرتوقة برد لك 50,000 خلص بلي الغيها ما هي 50,000 أصلاً AC إذا أنت بدك تفوت الغيها خلص ما أنا حطيت هلا أنا فوترتك الغيها خلص فوترت لك إياها ما بخلص الغيها أستاذ ما بقى فيي الغيها فوترتك طلعت على السيستم شو سيستم طلعت على السيستم السيستم هيك ماشي يعني السيستم هلا أخذها حرتوقة أو شو لا 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 هاي الورقة لإلك حطيت لك حرتوق ما تعطلهم اعطيني 50,000 منك ديبوزيت وحط انت وطالع برجع بعطيك اياها سوري ما راح اعطي حط لك 50 ما بدي مش راح اعطي ديبوزيت وبمضي لك ما تعطلهم هيدا ضارب هيدا مش ضارب نو بلا طيب هيدي الورقه لك خليها كلينكس فري اون ذيس حرتوقه معك بيت وما قلت له معك 2 دقائق بس هيدا ضارب مش ضارب مش ضارب جايبهم من المول صحيح ايه لانه هون معقول يزمروا اذا سارق شيء انتبه يا اهلا وسهلا فيكم اخ زمرتي مدام فينا نرجع نفوت نرجع نطلع غريب ليه تليفون معقول خلي تليفونك معي فوتي لا مام بفوت زمرك غريب في عزمك ترجع تفوت رجع زمر رجع زمر دفع حقهم هون دفع حقهم بعرف لا انا ما قلت شيء انا بس كرمال هن عم يزمروا فيك ترجع تفوت رجع اطلع بدك تكون اخر شيء من المول لك يمكن هو ما يزمر قرب استاذ يا اهلا وسهلا شو بدي اعمل هلا انا؟ ارجع فوت شوي شو الوضع شو انت اخذ شيء؟ شو جايب من جوا؟ هول دافع حقهم دافع حقهم؟ ايه معقول حاطط شيء بجيبتك كذا خبريه؟ فتش غريب غريب انك زمرتي فينا نرجع نفوت ونطلع؟ ايه يه نرجع ونطلع كمان عم تزمر ما خص الكيس قرب عم بتزمر رجع قطع الكيس فينا نشلح الجاكيت سرقون ما بعرف خلي ارجع فوت يلا بجرب اقطع لحالك لك انا من الكياس جرب هلا ارجع قطع طب فوت هلا مع الكياس ارجع احمل الكياس فوت فيهم لنشوف سحبات مسك دول كده رجع زدانك شكلنا بدنا نشلح البنطلون اخر شيء طب هذا اللي لابسه باجرك باسمك مسجله عامل له ميكانيك مش عامل ميكانيك هيك عم بتزمر غريب جاي فوتي
فيك تشلح لي لا ما فينا شلح، بدك نخش الغرفة اشلح اللي انا بدي تشلح لي كل شيء بقلب الغرفة؟ ما عنديش عندي سلاح لا شو ما عنديش مشكلة شيء انا وياك لا بتعرف شو عم بقول انا كرمال الكاميرات جرب هلا وقف هون ونط لبرا يعني مش هيدا ونط من قلبك نط 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 من قلبك نط من قلبك لك زمر نقزة لاحظت؟ رجع فوت وقوي لي النطة اوكي ما زمر ايه يمكن لانه شافك نطيت وقف ونط من قلبك من قلبك نط 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 نزال واطلع ليك رجع زمر يا الله رجع فوت عرف اسمعي اوكي طيب فينا نشلح بنطلون بدك ايه نشلحه ما عنديش مشكله استعد بتفوت فيها افوت فيها ايه المشكله استنك هي بدي من استنك شيل التنك بس روح زموت شو شو بدي بدي انا اكلها بس انا روح زموت لا ما بدي ازمه لا زموت هي انا عم بقول لك زموت شو انا مع شو انا ضدكم انا معكم لا لا بدي اعرف شو في انا ما بعرف اخ شو عم بتعذب تفضلي هاي ما زمرت هيدي ما زمرت لكن العله من هيدي خلي هاي معك لحلك فيها لعبه ليك خلص خلص خيي روح خيي فتش خيي كل فتره فترتها خيي هاي كيسين خذ الكاسكيت تعال نشوف من ورا الكاسكيت فيها حديده من ورا خليني انا اقطع فيها لحظه ها من وراها شو فيها الكاسكيت ما بعرف تقليد او اصليه تفرق اذا تقليد بتزمر شكلها تقليد فات هاي لعبه روق لحظه روق هاي لعبه روق خل... يعني خذها از انه هي لعبه ما تزمر تفضل يلا هذا انت هيك وانا هون بحكي معهم من زمان هلا ليك حارجع زمر هاي مش لعبه زمر زمر عم بقول لك ما تزمر وقف لعبه يا اهلا وسهلا فيك باي استاذ كل موضوع خلص نحن كاميرا خفيه عم نعمل فيك ضرب بدنا انك تطلع بالكاميرا وتقول له باي وانت كثير مهضوم قول له باي بس خلص فوت بدك تدوخني انت اليوم زمر شو يعني رجع اطلع مشكله يا زلمه معك شيء سلاح معك شيء ممنوعات كذا ما معك ممنوعات ليش عم يزمر قرب يا زلمه ارجع اطلع بابا بدي فوت يا خيي عامل شيء عمليه عامل شيء خبريه كذا خليك خليك عم نمزح معك كاميرا خفيه كاميرا خفيه شو كاميرا خفيه دوختني يا زلمه كاميرا خفيه بدي منك تلا باي قرب لعندي يا حي هونيك صبر له بس يلا فوت الله معك لك ايش فكرك شو فكرك نحن على القانون حبيبتي اوعى تفكر يعني لو انت قاعد ورخيتيه وهيك بس نحن على القانون خليك عم امزح معك تعال هي هي قلبي تعال خلص قعدت عم امزح مش الحال